أول مشهد إني نايم شبك قدام دخل ضي خبط رزع البيبان شفت أبويا داخل جري واقف جنب أخويا شايفه مش مصدق أم تهز فيا رجل ما تعرف ميت ولا حي خد صمت المكان وسمعت بالبقاء لله ادعو لأحمد أحمد مات أحمد فارق الحياة شفت عيون ناس دمعت عليا معرفهاش ولقيت صاحبي اللي أنا انتقدته عرف لكن ما جاش تاني مشهد كان شايلاني ماشيين بيا رايحين على مسجد كنت بصلي فيه صلوا عليا أربع شايلني والحزن مضوق المكان أي حد عرفته معدن وساعتها بان اترصت الصفوف جوا المسجد وأنا قدام صلاة من غير أذان وكبر الإمام ساعتها عرفت إني رايح أسكن بيت جديد أكون بعيد في قبر ضلمة وأنا وحيد عملت إيه ليوم فيها يكون بيتك قبر زرعت خير في الدنيا ولا سمت فيك الفكر هيبقى منك يغرق اسم الرخام محفور من له عقل يعتبر بسكان القبور عملت ايه ليوم فيها يكون بيتك قبر زرعت خير في الدنيا ولا سمت فيك الفكر هيبقى منك يغرق اسم الرخام محفور من له عقل يعتبر بسكان القبور المشهد الاخير كان العزة وناس كتير اللي يجيب واحد غريب يعزي غير سمع خير يا احمد مات عينهم شايفة ذكريات عينهم شافت مواقف لسه حصلة من ساعات هيبقى منك غير سيرة وسط الناس تدوم ناسك في الدنيا لقيت الدنيا جنب الاخرة يوم ابرد ضلمة عملك نور ومسيرك في يوم هتزوره هتعيش قد ما هتعيش وهيجي الموت يقوم بدوره عملت ايه ليوم فيها يكون بيتك قبر زرعت خير في الدنيا ولا سمت فيك الفكر هيبقى منك يغرق اسم الرخام محفور من له عقل يعتبر بسكان القبور عملت ايه ليوم فيها يكون بيتك قبر زرعت خير في الدنيا ولا سمت فيك الفكر هيبقى منك يغرق اسم الرخام محفور من له عقل يعتبر بسكان القبور